تمتلك إيران طائرات مسيرة مختلفة يمكن أن تستخدمها في الهجوم على إسرائيل، أبرزها طائرات شاهد ذاتية التفجير التي استخدمتها في هجوم أبريل الماضي، كما يمكنها استخدام طائرة مهاجر المسيرة التي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر وقادرة على حمل ما يصل إلى 300 كيلوغرام من المتفجرات. وإلى جانب المسيرات المفخخة يمكن أن تستخدم إيران في هجومها صواريخ كروز من نوع باوه ويصل مداها إلى 1646 كيلومتراً، كما يمكنها استخدام صواريخها البالستية التي تصل إلى إسرائيل ومن ضمنها صاروخ عماد الذي يصل مداه إلى 1700 كيلومتر ويبلغ وزن رأسه الحربي نحو 750 كيلوغراماً، صاروخ قدر يصل مداه الأقصى إلى 1950 كيلومتراً ووزن رأسه الحربي 799 كيلوغراماً، صاروخ خيبر يصل مداه الأقصى إلى 1450 كيلومتراً ووزن رأسه الحربي 500 كيلوغرام، وكذلك صاروخ سجيل الذي يصل مداه إلى 2500 كيلومتر بينما يزن رأسه الحربي نحو 650 كيلوغراماً. ويشكل برنامج إيران الصاروخي مصدر قلق للمجتمع الدولي، خاصة أن طهران تزود وكلاءها في المنطقة بقدرات صاروخية في انتهاكات لقرارات الأمم المتحدة.